مشاهدينا في المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم ملخص الأحوال الجوية المتوقعة. نتوقع أن تكون الأجواء مستقرة يوم الأحد، لا تكون الأجواء لطيفة نهارا في معظم المناطق، وأيضا باردة نسبيا ليلا باستثناء المناطق الغربية. مشاهدينا، فاصل ونواصل. مشاهدينا، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى على الخرائط التي تمثل درجات الحرارة. نلاحظ أن المملكة ستكون المناطق الجنوبية تحت تأثير كتلة هوائية تقريبا دافئة نسبيا، الوسطى دافئة نسبيا في النهار لكنها تميل ليلا، أما المناطق الشمالية فهي كتلة بتكون لطيفة في النهار لكنها باردة نسبيا ليلا. وأيضا الأجواء بشكل عام بتكون مستقرة في معظم أجزاء المملكة. أحوال جوية المتوقعة هذه الليلة في الرياض. في الرياض هذه الليلة أجواء باردة نسبيا، الصغرى المتوقعة 13 درجة مئوية. أما الأحوال الجوية المتوقعة خلال الثلاثة أيام القادمة، طبعا المناطق الشمالية لطيفة نهارا باردة نسبيا ليلا، المنطقة الوسطى والشرقية لطيفة نهارا أيضا تميل للبرود ليلا كما هو في الرياض. فبنلاحظ في الرياض العظمى بحدود 23، أجواء مشمسة الأحد والاثنين والثلاثاء، وأيضا بتكون تميل للبرود ليلا خاصة بعد منتصف الليل وفي ساعات الصباح الباكر. العظمى 23 والصغرى 13، يوم الاثنين العظمى 24 والصغرى 13، والثلاثاء العظمى 26 والصغرى 13 درجة مئوية. أما الأحوال الجوية المتوقعة في المناطق المختلفة من المملكة، نبدأ في المناطق الشمالية. إسكاكا 18-8 لطيفة نهارا تميل للبرود ليلا، عرعر 18-10، وتبوك أيضا 18 إلى 8 درجات مئوية. المنطقة الغربية، المنطقة الغربية أجواء معتدلة نهارا لطيفة ليلا، جدة 30 العظمى والصغرى 21، المدينة المنورة 26-15، مكة المكرمة 32-19، والطائف 26 إلى 14 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية أجواء لطيفة بشكل عام، تميل قليلا إلى البرودة أثناء الليل خاصة في أبها والباحة. الباحة العظمى 20 والصغرى 14، أبها 22-13، جازان معتدلة نهارا لطيفة ليلا 29 إلى 26 درجة مئوية. أما المنطقة الشرقية أجواء معتدلة لطيفة نهارا تميل للبرود ليلا خاصة بعد منتصف الليل وفي ساعات الصباح الباكر. الدمام 24 العظمى والصغرى 15، حفر الباطن العظمى 21 والصغرى 11، أما الإحساء العظمى 25 والصغرى 12 درجة مئوية. أما المنطقة الوسطى أجواء لطيفة في النهار لكنها تميل للبرود ليلا، حائل لطيفة في النهار باردة نسبيا ليلا، العظمى 18 والصغرى 6، بريدة لطيفة نهارا باردة نسبيا ليلا، العظمى 20 والصغرى 10، الرياض لطيفة نهارا تميل للبرود ليلا خاصة بعد منتصف الليل وفي ساعات الصباح الباكر، العظمى 23 والصغرى 13 درجة مئوية. مشاهدينا، شكرا للمتابعة، نترككم في أمان الله.